منذ نحو 40 عاما يحضر سيد أحمد إلى هذه المكتبة وسط العاصمة الخرطوم لينهل منها العلم والمعرفة. صدور قرار بإزالتها أصاب محمد بالحزن، لأن سودان بوكشوب ليست بالنسبة له مكتبة فحسب، بل ركنا من حياته، حيث تشرب الرواد من أهل الثقافة والسياسة السودانية منها معارفهم. يرى أحمد أن أزمات الوطن لا تنفصل، ومن بينها أزمته الثقافية. حقيقة أنا يعني أفتكر أنه دي من الحاجات المحزنة، أن نحن يعني في ظاهرة يعني عدم الاهتمام بمعالمنا نحن التاريخية والثقافية، كان شخوص ولا أماكن، وأفتكر أنه دي أزمة وطن كامل. يعود تاريخ هذه المكتبة إلى العام 1902، مرت خلالها بتطورات وأحداث جعلتها عرضة للإغلاق بعد أن هجرها القراء وتعرضت للبيع والإخلاء من قبل مالكها الجديد. مع كده طالب بأجرة المثل، أجرة المثل أدت المحكمة أدته بكل أسف 400، أزيد من 400%، 45,000 في الشهر بالإضافة لأتعابه. فاستأنفنا نحن، منتظرين الاستئناف، لأنه هو رجع لقانون 89. في الوقت قانون 89 وقف الناس شغالين ب 91. ولحماية المكتبة من البيع والإغلاق باعتبارها إرثا تاريخيا، تبنت مجموعة من الشباب حملة للعناية بالمكتبة ومدها بالكتب. نبعت الفكرة على المحافظة بالنسبة للمكتبة من ناحيتين. الناحية الأولى بعدها التاريخي، وقع في نفوس الشعب السوداني وما قدمته لكثير من الأدباء والمفكرين والسياسيين. يخشى كثيرون على مصير سودان بوكشوب إن لم تتدارك وزارة السياحة وتقوم بحماية المكتبة، باعتبار أن أي معلم زاد عمره عن 100 عام يعد معلما سياحيا وأثريا وجب الحفاظ عليه. لأكثر من 100 عام ظلت هذه المكتبة صامدة أمام تقلبات السياسة والتاريخ في السودان. الآن سودان بوكشوب تواجه بحملة شرسة لإزالتها من هذا المكان وقضيتها أمام المحاكم، فإما أن تحكم لصالح مالكها الجديد أو أن تحكم للتاريخ والتراث السوداني. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.